احمد النابت المري، والمركز الخامس كانت جباره لمحمد بن علي بن حماد الشامسي. فتهانينا والنماس مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، متواصلين مستمرين مع شوط الثنايا القعدان وبصوت الزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي، فنتمنى له التوفيق ولكم التوفيق وحسن الاستماع. سيدي سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هنا من على أرضية هذا الميدان ومن درة الميادين وميدان الجنادرية هنا في الرياض الذي يستضيف هذا المهرجان الكبير والمهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم في سابع أيام هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، وانطلاقة سن الثنايا انطلق قبل قليل شوط الرئيسي الخاص بالقعدان الثنايا، والثمانية كيلومترات هي الحاضرة في هذا السن، سن الثنايا مقدمة الشوط. المركز الأول انطلق مع انطلاقة عنيد مع صدارة الشوط، راشد بن حارب بن محمد الشامسي يقدم لنا عنيد، بينما المركز الثاني وصل البريدي مع انطلاقة المشهر حمد بن جار الله بن علي بن حسين. البريدي يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مرحبا يا بن حبيب، وصل لافي بن حبيب الشمري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا الهارب على المستوى. المركز الثالث والمركز الرابع وصل الظاهري يقدم لنا ختال هو القادم، عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري على المركز الرابع. المركز الخامس وصل فال ناصر بن حمد بن ناصر المري ياتي على المستوى. المركز الخامس، المركز السادس مرحبا يا ابو راشد، وصل مغادر ضيف الله بن قاعد بن هلال الشيباني العتيبي ياتي على المركز السادس مع انطلاقته واندفاعته في هذا اللحظات. مغادر ياتي على المركز السادس. المركز السابع الاسم القادم وصل بن معلى، وصل متعب قادم عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي يقدم لنا شعاره على المركز السابع، بمتابعة بوربعة بمتابعة مشاري الحربية على المركز السابع، يتابع ويراقب في هذه اللحظات متعب في عملية التضمير. المركز الثامن مرحبا يا بن قبضة، مرحبا يا فالح يا بن عبد الرحمن يا القحطاني يقدم
نكتمل انا كساس على المركز الثامن المركز التاسع. مرحبا يا الامبراطور، وصل شعار محمد بن علي بن حمد المري مع انطلاقة الشايب على المركز التاسع المركز العاشر، واختتم بالنداء في هذه اللحظات في هذه اللحظات القتوم في هذه اللحظات مع الخليج فايز بالراضي الشمري. يقد لنا الخليج ياتي على المركز العاشر، هكذا كانت النتيجة مع العشر الأسماء المتقدمة، ولكن لنا عودة من حيث ما بدينا إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط، الصدارة والمقدمة مع شعار في هذه اللحظات شعار الشامسية مع المركز الأول مع انطلاقة عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي، يأتي على المركز الأول مع مقدمة الشوط القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة الأخوية في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه يا رب العالمين. بينما المركز الثاني وصلوا ابنائي عروس الشمال، وصلوا ابنائي حايل، وصل لافي بن حبيب الشمري، يأتي على المركز الثاني مع انطلاقة الهارب على المركز الثاني، لافي بن حبيب بن فرج الشمري على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل فال ناصر بن حمد بن ناصر المري على المركز الثالث. المركز الرابع، مرحبا يا مغادر، مرحبا يا الشيباني، ضيف الله بن قاعد بن هلال الشيباني على المركز الرابع. المركز الخامس البريدي مع المشهر حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدياتي على المركز الخامس. هكذا ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، الصدارة مع شعار الشامسية، الصدارة مع شعار الشامسية مع انطلاقة عنيد راشد بن حارب بن محمد الشامسي. ولكن مغادر يا أهل الثنايا غير وتسلل إلى المركز الأول، ضيف بن قاعد بن هلال الشيباني. انطلق ابو راشد الى نحو النماس الى نحو الانتصار. ينطلقون ابناء الغربيه، ينطلقون ابناء الطايف عروس المصايف. يا سلام، ولكن الظاهري على المركز الثاني مع ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله الظاهري على المركز الثاني مع انطلاقة ختال. المركز الثالث لافي بن حبيب بن فرج الشمري على المركز الثالث مع الهارب. المركز الرابع، مرحبا يا متعب عبد العزيز بن معلّى بن عليان السوري. وصل متعب بإنجازات
بإنجازاته بعوايده بانتصاراته بمتابعته مشاري بن فهد بربعه الحربية والإمبراطور بن قريعة بن قريعة والقحطانية بدأ يتحرك مع انطلاقة قساس قساس فالح بن عبد الرحمن بن سلطان القحطاني على المركز السادس المركز السابع الشامسي ولكن العودة إلى المقدمة العودة إلى معركة الثنايا القعدان ولكن الظاهري مع ختال بشعار ذي اللحظات عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري انطلقوا ابناء دولة الامارات العربية المتحدة ولكن الشيباني الكيلو متر الاخير الكيلو الخطير الكيلو المثير يا متابعين الكرام يا مشاهدي الاعزاء ولكن الظاهري والشيباني يا سلام مغادر ولكن ختال انطلق الظاهري بشعر عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري الله 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 متعب واذا شعر الامبراطور مع الشايب مع المركز الثالث ولكن العودة إلى شعار من اللحظات ختال والشيب وختال ختال والشيب يا سلام ولكن الظاهري مع ختال عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري عصاته في بطانه ما شاء الله تبارك الرحمن ما تحرك ختال حتى هذه اللحظات والإمبراطور لو والله روح ختال انطلق الى نحو الانتصار ما شاء الله تبارك الرحمن يا اخواني صاحب عوايد صاحب انجازات صاحب نقطه في مهرجان ولي العهد الان يكرر انجاز تلو انجاز تهانينا والنماس لك يا الظاهري على الفوز والانتصار مركز ثاني شعار الشيب محمد بن علي بن حمد المري المركز الثالث فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني مع قزاز المركز الرابع اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنماس لمالك شعار ختال وعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري حضر على المركز الاول تهانينا والنماس لك يا الظاهري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل تهانينا والنماس لك الظاهري عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط 12 دقيقة 48 ثانية و8 اجزاء من الثانية المركز الثاني الشيب محمد بن علي بن حمد بن علي المري 12 دقيقة 49 ثانية بالوفاء والتمام والكمال المركز الثالث قزاز فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بن قبضه القحطاني حضر على المركز الثالث مع قزاز 12 دقيقة 49 ثانية و60 جزءا من الثانية المركز الرابع حضر السريع محمد بن هادي بن حمد بن فرحان الإحبابي حضر على المركز الرابع مع السريع والمركز الخامس الشهم مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري حضر على المركز الخامس مع الشهم متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء تهانينا والنماء